ان احنا نشتغل ونبذل جهد لاجل خاطر الناس، ده دورنا. لو مش قادرين نقوم بالدور ده امشي. بصراحه احنا بنقوم لان ده دورنا وده حقهم علينا، ولكن لازم كمان حقهم علينا ان هم يبقوا عارفين ان استمرار هذا الشكل، هذا الشكل، وده موضوع تكراري لي او تكراري فيه، ما اقصدش بيه اكتر من تسجيل خطورته واهميته، وان ده موضوع مش احنا بس في الحكومه اللي تنتبه ليه، حتى الاسر، حتى الاسر تنتبه ليه. انت النهارده يعني ساعات ببقى ماشي كده فلاقي اسره فاسال الاقي مثلا معاها ثلاث اولاد او اربع اولاد، طب يا ترى انت هتقدر او تقدروا، مش هنا مش انك تاكله وتشربه، هتاكله ايه؟ طب انت هتقدر تخليه جسمه رياضي كويس؟ طب ليه ولد او بنت كان، انا بتكلم عشان يقدر يبقى انسان او مواطن صالح بعد كده. ده هو لو عنده ضعف في بنيانه هيبقى في مشكله في حياته العامه، في حياته العامه، لان ربنا يدي الناس الصحه والعافيه. احنا بنتكلم على عمر ممتد 60 و 70 سنه، يا ترى هيبقى كم من عدد السنين هيبقى الشاب او الشابه او الولد والطفل الصغيرين هيبقوا قادرين ببنائهم اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، هيبقى قادر على ان هو يكون بسلامه بدنيه وصحيه ونفسيه قد ايه من المده دي؟ 20 سنه، 30 سنه، 40 سنه، 50 سنه. فانا بس عايز اقول ان القضيه مش اي اكل، مش اي شرب، والرعايه مش اي رعايه. وانا عايز اقول لكم افتكروا احنا من السنوات اللي فاتت دي كلها بالكامل كنا نيجي نقول ايه، وقفوا الوجبات المدرسيه، ده فيه تسمم، مش كده؟ سواء كان الكلام ده دعاء بقى من يعني الناس اللي كانت بتحاول دايما تسيء للمنظومه او ده حقيقه. فلما جينا اتكلمنا في النقطه دي قلنا طب احنا هنعمل حاجه بعيده تماما عن قصة ان يبقى حد يقول ده تسمم ولا مش تسمم، لا ده هتبقى حاجة تقريبا يوميا ومتسيطر عليها سيطرة كاملة، بحيث ان هي من الأول ما تطلع لغاية لما تروح لأولادنا بحالة جيدة. أيا ما كانت المنتجات اللي احنا هنوديها لهم ونأكلها لهم. طب النقطة دي بالمناسبة عايز أتكلم فيها برضو، أنا عايز أخلي ابني وبنتي اللي هم في المدرسة دول أقدم له الشكل إزاي؟ المضمون خلاص احنا ممكن اي مضمون يحقق المطلوب، لكن الشكل اللي انا عايز اقدمه له ليه عشان الطفل اللي هو الصغير اللي عنده اربع خمس سنين او ست سنين او اكتر ياخد حاجه، اديها له ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ عشان ده جزء من البناء الشخصيه، مش كده؟ لو انا النهارده جيت قلت له خد، يعني طبعا مع احترامي للفطيره وكل الكلام ده، خد الفطيره دي كلها، يعني كويس. طب ممكن نبقى احسن من كده؟ ممكن لو حاجه شكلها ومضمونها جيد، يوم هو يبتدي يشعر ان فيه اهتمام بيه، ويشعر ان هو ذو حيثيه، مش كده؟ ده طفل صغير لكن احنا منتبهين ليه قوي قوي وبنقدم له ده بشكل كويس. هنيجي نتكلم في النقطه دي مع وزاره الصحه فيما يخص عدد ايام التغذيه اللي بنتكلم عليها، هل هنقدم يعني 75 يوم ولا 150 يوم ولا كلام من هذا القبيل. والدكتور اتكلم على 7.7 مليار. انا دايما اجي عند الفلوس واتوقف. ليه؟ لان كل المسائل المرتبطه باي نشاط احنا عايزين نعمله هو تكلفه ماليه. لو توفرت التكلفه الماليه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ نستمر. ما توفرتش هتوقع مننا الموضوع. فالنهارده كنا بنتكلم في 1.2 1.5 2 حتى. طب دلوقتي احنا بنتكلم في 7.7 يعني 8 مليار، منين؟ مش كده؟ هندبرهم منين؟ انا بقول من دلوقتي لازم ندبر ال 8 مليار لهذا الموضوع، لان احنا حاطين فيه انه يعني حاطين من ضمن التصور للوجبه يعني كميه لبن بين ال 100 جرام وال 125 جرام او اكتر او اقل حسب ما هنقدر وحسب تكلفتها، ولكن اي حاجه من دي الوجبه في حدود 6 7 جنيه، مش كده ولا انا؟ بالظبط 6 7 جنيهات للطفل،
حد يقول لي طب ده كتير المبدأ ده، الرقم ده يعني للوجبة الواحدة. هقول لما تيجي تعمل نظام، لما تيجي تعمل نظام غير لما تيجي تعمل حاجة في البيت. في البيت ممكن يبقى الرقم ده أقل من كده، لكن لما النظام، النظام ده فيه حوكمة وفيه مستوى معين وفيه نقل وفيه أمن وكلام من هذا القبيل. لكن أنا رجع تاني بنتكلم في 8 مليار جنيه، وبقول من دلوقتي للحكومة هل اقدر ندبر المبلغ ده؟ آه. طب ندبره ازاي؟ أخصم بقى من الوزارات. أما ليه؟ من دلوقتي بقول لكل وزارة هناخد منها حتة. الحاجة التانية،